عكس دراسية حوليات أصلية. هذا الكتاب ترجم من طرف الدكتور أحمد بشار، ولكنه لم يترجم كاملا. نسمع منه ترجم، لأن الكتاب فيه 83 صفحة والمترجم هو 276 صفحة. فيه كتاب تحدث فيه صاحبه هذا برناردو رودريغيز عن أحداث عاشها، لأنه شارك في المنطقة وعاش هذه المنطقة، ولكن الكتاب فيه ملحق أكثر من ما ترجم. الملحق به 288 صفحة والمترجم 276 صفحة. الملحق هو الأهم، لأن فيه الرسائل والوقائع والمراسلات بين ملك المغرب، بين فاس، وبين الملك، بين المسؤولين في المقطوعة. والكتاب الذي ترجم هو عبارة عن شهادات شبابية، وكتبت بعد حوالي 50 سنة، بينما الجزء الآخر يجمع. لهذا التمس انه هذا الملحق، الملحق التمس انه ترجم، لانه فيه الاساس وفيه لانه مشتكي من التاريخ غير موجود. التاريخ موجود طبعا، لاننا نحن لم نكتب مع الاسف المغاربه لم يكتبوا، لانه وخصوصا في القرن السادس عشر. القرن السادس عشر لا يزيد الا كتاب بحث النجاح الذي يسجل الاحداث والعلوم والمعالم وغيرها. اما الوقائع وغيرها غير موجوده، ولكنها موجوده في هذا الكتاب. الشيء الثاني هو ان هذه المرحله او هذه الندوه ربما سنرى فيها جزءا من اكبر الاجزاء المضيئه في تاريخ المغرب، لان المقاومه في تاريخ المغرب في كل الاماكن، ولكن في هذه المنطقه بدات في البدايه، لان الاحتلال 1915 بدا في سبته نزول، بدا في سبته في المغرب، والاحتلال والمقاومه بدات منذ ذلك وترسخت في سنة 1502 حينما أصبحت مقاومة رسمية على يد محمد الشيخ في سنة 1502 حينما جاء إلى المنطقة وقام وعين مقدر من الجهات في المنطقة. ولهذا فهذه المنطقة يعني فيها يعني إكبار، وفيها أمجاد المغرب وأمجاد المنطقة مسجلة في هذه الأماكن. ما نتحدث عن معركة ود المخازن، هذه الكل يعرف هذه معركة ود المخازن. ما لا يعرفه ربما البعض هو أنه في القرن السادس عشر حينما سقطت كل الثغور المغربية الشواطئ، وكان الهجوم على الداخل، وكان الهجوم كذلك على الجزائر وعلى تونس من طرف الإسبانيين والبرتغاليين، لم يجد مدينة بقيت تقاوم واقفة صلبة إلا مدينة القصر الكبير. مدينة القصر الكبير في العهد الأسرة العروسية في عهد طلحة وبني أحمد العروسي وعبد الواحد وبني النصر، هذه النسخة الأول من القرن السادس عشر كانت هي التي كانت تقود الجهاد في هذه المنطقة، إضافة إلى بني راشد وإلى أسرة النضري وإلى أولاد العرائش. وهنا يجب أن مدينة العرائش تسجل شيئا منفردا على مستوى المغرب في ذلك الوقت. في سنة 1530 نجد مدينة العرائش
وتحت قيادة أحمد العروسي بمدينة القصر الكبير، لأنه في مرحلة من المراحل كان هو عامل هذا المنطقة، يجند شخصا مسمى يوحنا فاش. هذا يوحنا فاش ماينا، هذا برتغالي أسلم وطن كي أسلم وجاء إلى مدينة العرائش واجتمع عليه بعض السفن البرتغالية، وقام محمد أحمد العروسي بشراء بطسة من بادوس وجامع مجموعة من السفن وأرسلهم إلى مهاجمة التراب البرتغالي مدينة العرائش في سنة 1530 تهاجم التراب البرتغالي، ذهبوا إلى مدينة فارو وجاءوا بحوالي 70 من الأسرى. فهذه القوة هذه لم يسجل، لا يوجد في التاريخ أنه في تلك المرحلة في القرن السادس عشر أنه شخص يجرأ على إمبراطورية لا تخرج عن العالم الإسلامي يهاجمها في عقل داريا. هذا كان قبل معركة ود، قبل معركة ود المخازن. شو الثالث؟ هو أمير ود. هذا لا الوقت، ما عندش الوقت. ولكن المداخلة ستنشر إن شاء الله. عندما وقعت معاهدة بين البرتغاليين وبين الغربيين، وكان مولاي إبراهيم هو الذي أرسل هذه الرسالة، ولكنه اقترح على البرتغاليين إزالة مدينة العرائش ومدينة تطوان من هذه المعاهدة. لماذا؟ لأن مدينة العرائش احتجت وقاومت لأنها لا يمكن أن تلتزم بهذه، لأنها تعيش على البحر ولها قوة، وهناك شرط ثاني كان الهدف من هنا الحد من هذا. فتربة العرائش ترون أن معاهدة من طرف الملك، ولكن مدينة العرائش تقام بطرح فكرة بأنها لا تلتزم، هذا يدل على أن على قوة مدينة العرائش. شيء ثاني أن مدينة العرائش بقيادات قائد، يعني مدينة العرائش كان لها قوات أمين الغرناطي وكان علي بن بشكرون وكان لها قائد ناصر، وهذا يجب أن نبحث عليهما. مدينة العرائش بقيادة علي بشكرون تشارك في قتل حاكم طنجة. حاكم طنجة قتل على يد شهم، لأنه الهجوم شارك فيه بن راشد وشارك فيه المنذري وشارك فيه كذلك قائد علي بالشطرون، إضافة إلى أن هذه المدينة ستقوم بمهاجمة بحرية، لأنها كانت لها جنود وكان لها بحر، وهذه السلطة القوة البحرية كانت تستمدها لمدينة باريس، لأنها مدينة باريس كانت تقوم بصنع السفن، وكان الفرنسيون والإسبانيون يخافون من مدينة العرائش لأنها تجمع هؤلاء السفن. والشيء الثاني هو أن مدينة العرائش في القرن السادس عشر هي التي أوقفت الأحلام ديال القشتاليين والبرتغاليين، لأنهم كانوا يسيطرون على منطقة بين العرائش وبين المعمورة لأنها كانت منطقة صيد. ووجود مدينة العرائش بأسطولها أوقف هذا، وهذا موجود في كثير من
أصلح بينهما.